محمد يا حبيب الله الوسيله خصه بالفضيلة يا ربي صلي على محمد يا ربي وارضى عن الصحابة محمد يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صلي على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا كل مسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي صلي على محمد يا تقطع رجلنا يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفى محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح به راد حديثين وردا عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصرته مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك علي. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال: علمني بالتوراة إلا سفرا واحدا كان يخدمه ويدخله الصندوق. فلما مات أبي فتاته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان، مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام، يكس شعره ويتزر على وسطه، يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم، يكبرنا الله تعالى على كل شرف، يصفنا في الصلاة كصفوفهم في القتال، قلوبهم مصائبهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء، ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم، وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام، فيقول الله تعالى للملائكة: اذهبوا فزنوهم، ويقولون: يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا عملهم من الذنوب كأمثال الجبال، غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه. فيقول الحق: وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي، أدخلهم الجنة برحمتي. يا تيكسير سر الوجود، مادحك قاصر ولو جاء ببذل المجهود، وواصفك عاجزا عن حسر ما حويت من خصال الكرم والجود، الكون إشارة وأنت المقصود، يا أشرف من نال المقام المحمود. وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهور. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رب مكة
الصفا Thank you.
فاهتز العرش ضربا واستبشارا، زاد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، ضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنوارا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك.
النبي